السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طالب فتحي. في هذا لا فيديو رقم جوج الشابتر جوج، المادة ديال لا كونتابيليتي اي ماتيماتيك فينونسيير بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا، وكذلك حتى الاس ان او نيفو دي فاكولتي. في هذا لا فيديو هذه ان شاء الله غنتعرفوا على نوسيون دو بيلون، يعني المفهوم دو بيلون. نبداو على بركة الله مباشرة بالديفينيسيون. Le bilan est un état de synthèse. Les états de synthèse, ce sont des documents comptables sous forme des tableaux. Se compose de deux colonnes. La colonne gauche réservée pour les actifs et celle de droite réservée pour les passifs. يعني أن le bilan هو واحد الطابلو اللي كيتكون من جوج ديال الخانات. Deux colonnes. La colonne gauche réservée pour les actifs. يعني الخانة اليسرية مخصصة بالنسبة لي زاكتيف واللي قلنا عليهم سوسون دي زومبلوا، يعني فين كنستثمر الفلوس. اي سيل دو دروات ريزيرفي بور لي باسيف، يعني الخانة اليمنية مخصصة بالنسبة لي باسيف واللي قلنا عليهم سوسون دي روسورس، يعني موارد منين كنجيب الفلوس. Ce document reflète la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. يعني l'entreprise, le bilan, شنو كيدير لها؟ كيعكس لها او كيبين لها الحاله ديال الميزانيه ديال لونتربريز في واحد لا دات دوني. Elle est établie à la fin de chaque exercice comptable. يعني لو بيلون كنديروه مره واحده في العام. À la fin de chaque exercice comptable. في الاخر ديال كل سنه. Exercice comptable هي سنه. C'est-à-dire une seule fois par l'an au 31 décembre. مره واحده في العام. 31/12 بالضبط. Voilà la forme générale du bilan. يعني قلنا الخانة ديال لي زاكتيف اي لوغ مونطون اي لا كولون دي باسيف اي لوغ مونطون. هنا العكس ديال الطابلو اللي كنت درت لكم في لا فيديو اللي فاتت، واللي كنت درت لكم هنا امبلوا وهنا ريسورس. Voilà هكا درت لكم في لا فيديو اللي فاتت. هذا جيست باش تفهموا وتفرقوا ما بين لي ريسورس ولي زومبلوا. ولكن لو بيلون اللي هو رسمي في لا كونطابيليتي جينيرال، لا فورم ديالو كتكون بحال هكا، يعني كيكون مقسم كل اليمون في لاكتيف كيكون داخل في الكلاس ديالو، ولي كلاس كنا ديجا شرحناهم في لي فيديو الاولى ديال الشابيتر لانتروديكتيف. فوالا كيكون عندي لاكتيف ايموبيليزي. لي زاكتيف ايموبيليزي قلنا هما يعني هو واحد الكلاس اللي كيجمع لي كاع لي زومبلوا، يعني فين استثمرت الفلوس، ولكن هذاك الشيء اللي استثمرت فيه الفلوس غيبقى معايا في لونتربريز لواحد المده اللي كتفوت سنه. سو سون دي زومبلوا بلو دان نو. فوالا. ايضا عندي لاكتيف سيركولون، اسم على مسمى سيركولون، يعني العناصر ديال هاد الكلاس هادي ما كيكونوش ستابل، كيكونوا سيركيلو يعني كيتحركوا. بحال اش بحال مثلا السلعه، كتدخل سلعه كتخرج سلعه، كنشري سلعه كنبيع سلعه، ما كتبقاش عندي ستابل في لونتربريز فيكس. يعني سو سون دي زومبلوا موان دان نون كيبقاو معايا في لونتربريز لواحد المده اللي قل من 12 شهر. ايضا عندي لا تريزوري اكتيف، ان صح التعبير نقولوا لها باللغه العربيه الخزينه النشيطه. يعني الخزينه نشيطه، يعني شنو يكون في الخزينه اللي كانت نشيطه؟ غيكون فيها الفلوس بيان سور. سو سون دي زومبلوا ليكيد، ليكيد هي فلوس، يعني بحال مثلا الكونت ديالي في لا بانك، الفلوس اللي عندي في لونتربريز في لا كيس اكسيتيرا. فوالا تو سكي غولي ا لاكتيف دو بيلون، يعني لي زومبلوا دو لونتربريز. ندوزو دابا لي باسيف. لي باسيف قلنا عليهم سو سون دي ريسورس، يعني منين لونتربريز كتجيب الفلوس. هنا كذلك كيتقسم الباسيف ديال البيلون لتخوا كاتيجوري او لتخوا كلاس. عندي فينونسمون بيرمانون او لا كلاس اون، شنو اللي كتجمع لي؟ كتجمع لي لو ريسورس لي بلو دان نون. بحالاش؟ بحال الكابيتال دو لونتربريز، يعني راس المال ديال الشركه كيبقى معاها طول ما لونتربريز كاينه في لو مارشي. ايضا عندي لي زومبران واللي قلنا عليهم هما القروض اللي كتاخذ لونتربريز من طرف الابناك واللي ما كترجعهم حتى كتفوت 12 شهر، يعني من العام الفوق.
voilà les ressources plus d'un an. Aïdan a dit les passifs circulants. Les passifs circulants, alors voilà, il y a ma économie fixe, c'est ma économie circulant. Par exemple, شريت السلعة من عند واحد لو فورنيسور، هذوك لو فورنيسور باع لي السلعة ولكن اكريدي، هذيك المونطون اللي كيسال ليا ما غنرجعو له مثلا من هنا حتى لست شهور، يعني ماشي فايتة العام، مادام ما فايتاش العام الو غنسجلها في هاد لا كلاس 4 اللي كتجمع لي لي ريسورس موان دان نو. ايضا لا تريزوري باسيف، لي ريسورس ليكيد، بحال مثلا باغ اكزومبل بغيت ندير واحد لوبيراسيون داشا ولكن لقيت بلي لو كونت بونكار ديالي خوا، عندي واحد لو مونك دو ليكيديتي، يعني عندي واحد النقص في السيولة في الفلوس. لا بونك كتعرفني بلي واحد انا واحد اونتربريز، يعني انا بالنسبة لا بونك واحد الكليونت اللي فيديل، لونتربريز بالنسبة لا بونك هي واحد الكليون اللي فيديل، بحكم انني فيديل يعني ديما معاها مزيان غتساعدني. هاد النوع المساعدة في حالاش، بحال مثلا تقدر انها تعمرت لي الكونت بونكير بواحد لا سوم اللي غنديباني بها على ما ندخل الفلوس، اون فوا ندخل الفلوس غتدي لا سوم اللي كانت ديجا عطاتها لكم واحد لافونس. وهنا غنشيروا لواحد النقطة اللي مهمة ومهمة بزاف، اللي هي L'entreprise débute l'exercice comptable avec un bilan équilibré, c'est-à-dire que la somme des actifs, ce qu'on sait, il y a la somme des passifs. Automatiquement et logiquement, c'est qu'on allège. Et l'entreprise, dès que je l'ai kadjib, ou en fait, je l'ai les emplois, yani les biens, les kadjiri. Ou la kin, طيلة السنة راح كدير دي زوبيراسيون اللي سميناهم في الأول دي فلو، كيتسماو دي فلو يعني لي زونتخي اي لي سورتي، سوا دارجون سوا دو بيان اي سيرفيس. هذا غيأثر نوعا ما على لو بيلون، سوا غيأثر بشكل إيجابي سوا غيأثر على شكل سلبي. هادشي اللي غنشوفو في لا فيديو اللي جاية إن شاء الله. ندوزو دابا ونعطيو ان اكزومبل بوغ لو بيلون، وندرسو الحالة ديال لونتربريز ام صغر اللي كنا ديجا درنا لها لا سيتوياسيون باتريمونيال ديالها في الاول. فوالا كنا درناها فحال هكا، ولكن جوست باش انكم تفرقوا ما بين لي ريسورس و لي زومبلوا، ما كناش درناها مقسمة، يعني ما كانش واحد لو طابلو اللي اورغانيزي كونطابلومون، كان غير واحد لو طابلو اللي كيبين بالنسبة للناس اللي غادي تعرفوا اول مره على النوسيون دو بيلون شنو هما لي زومبلوا، شنو هما لي ريسورس، وكيفاش نفرقوا بيناتهم. فوالا لو بيلون دو لا سوسيتي ا ام سار اللي العناصر ديالو مرتبه وداخله، كل عنصر داخل في الكلاس ديالو، وعندي هنا دي زاكتيف وعندي دي باسيف وعندي الامور مقسمه، ماشي فحال الاول كنت درت دي زومبلوا اي دي ريسورس، واللي كنت قلت لكم باللي جوست باش تفرقوا ما بين لي زومبلوا ولي ريسورس. نبداو عندي لاكتيف ايموبيليزي، الباتيمون، ماتيريال دو ترونسبور، الموبيلي دو بيرو. الا كتلاحظوا هاد الثلاثه ديال العناصر بثلاثه بيهم كيبقاو معايا في لونتربريز لواحد المده اللي كتفوت 12 شهر، على داكشي دخلناهم في لي زاكتيف ايموبيليزي. عندي لاكتيف سيركيلون مارشانديز، قلنا السلعه ما كتبقاش عندي لواحد المده اللي كتفوت سنه، فلذلك كندخلوها في لي زاكتيف سيركيلون اللي هاد لا كلاس هادي كتجمع دي بيان كي سيركول، يعني سو سون دي بيان كي اونتر اي سورت ما كيبقاوش فيكس. لي المونطون ديال لا مارشانديز اللي عندي 50,000 درهم. ايضا عندي لا تريزوري اكتيف، شنو عندي لا بانك اي لا كيس، الكونت ديالي في البنك 60,000 درهم ولا كيس 20,000 درهم، دخلناهم في لا تريزوري اكتيف اللي هي الخزينة، ما دخلناهمش في لي زاكتيف سيركيلون، اولا ما درناهمش بارازار كوم طابلو واحد، قلنا بلي خصو يكون مقسم بحال هكا. فوالا عندي لو توتال اكتيف كيساوي ليا 700,000 درهم. دوزو لي باسيف لي ريسورس، دو فيان لارجون، منين جبنا الفلوس؟
الفلوس جبناهم اول ما اسسنا لونتربريز من الكابيتال سوسيال اللي قلنا عليه. علاش سوسيال؟ حيت متشاركين فيه احمد ومحمد، جوج ديال الناس. لو كان شخص واحد نقولوا عليه بيرسونيل. الوغ لو كابيتال دو لونتربريز ام سارل كان 550 الف درهم. فوالا علاش دخلناه في الفينونسمون بيرمانون ماشي في الباسيف سيركيلون، حيت الكابيتال دو لونتربريز بيه باش كنمول لونتربريز وبيه باش كنخدم. وملي كنقول به باش كنخدم يعني غيبقى معايا طول ما لونتربريز كاينه في لو مارشي. ايضا عندي دي زومبرون، لومبرون اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي. كانت خدات واحد القرض لونتربريز ا ام اللي القيمه ديالو 100 الف درهم. هذا القرض هذا ما غترجعو حتى تفوت 12 شهر، وبالتالي غيدخل ليا في لي ريسورس اللي الطبيعه ديالهم ديورابل، يعني غيبقاو معايا لواحد المده اللي كتفوت سنه. ايضا عندي الباسيف سيركيلون، حيت كنت خديت هاد لا مارشونديز هادي كنت خديتها اكريدي من عند من؟ من عند لو فورنيسور. هاد لو فورنيسور هذا، هاد الكونت هذا اللي سميتو فورنيسور، كيمثل لي ديك لا ديت اللي داك السيد اللي سميتو لو فورنيسور كيسالها ليا انا، حيت باع ليا السلعه بالكريدي. ما كنسجلش ديت، هي كتسمى ديت ولكن ما كنسجلش ديت، حيت لو بلون كونطابل جينيرال ماروكان سجلها في هذا لو كونت اللي هو لو فورنيسور. القيمه ديال لا مارشانديز اللي شريت اكريدي 50 الف درهم. فوالا الا جمعت هاد تخوا زيليمون هادو اللي هما 550 الف درهم ديال الكابيتال، 100 الف درهم ديال لومبرون، اي 50 الف درهم ديال لا ديت فورنيسور، غنلقى عندي 700 الف درهم. هي نفسها اللي استثمرت وحطيتها في لي زومبلوا، يعني استثمرت بها وشريت بها الامور اللي غنخدم بها في لونتربريز ديالي. كان معكم طالب فتحي في هاد لا فيديو اللي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها وفهمتوها مزيان. على فيديو بروشين ان شاء الله اللي غنهضر لكم ونشرح لكم لو بيلون دو كلوتور دو ليكزارسيس اي لو ريزولتا، يعني لو بيلون اللي كيكون عندي في الاخر ديال العام ماشي في الاول ديال العام، ونشوفوا الفرق ما بيناتهم جوج، ونتطرقوا ايضا للموضوع ديال لو ريزولتا. بون كوراج.